تحية من قلب محب. بتنت جنة هذه الأرض قد بنيت من اللآلئ والفضات والذهب. لما أتينا دخلنا والسرور على وجوه أهلك مثل الشمس للطرب. والله نعلم أن الجود قد كملت في نفس أهليك حتى ضاق بالقرب. جزيرة في محيط البحر واسعة رأيت فيها رجالا في ذرى الحسب. رأيت فيها رجالا في ذرى الحسب. هارون فيهم كركن في مساجدهم بمثله ظن ما قد جاء من حقب. فيه التواضع والإخلاص شيمته وراقني فيه حسن الخلق والأدب. حضرت خطبته الملأى بحكمته في جامع واسع من كسب محتسب. فقل خسرت لشخص ظل يحسده الله يهديك للخيرات من عطب. أيزعمون بأن الخير ملك يد لهم يجيهم بلا داع ولا سبب. أجارك الله من شر ومن ضرر ومن صنوف الأذى يا ربنا استجب. بقلم الفقير إلى ربه أبو محمد أبو بكر كندي. تقريضنا للقصيدة لأبي بلال محمد جاجو. والله قد قلت صدقا يا أخا حسب. قد جاءنا فيهم الأوصاف من حقب. قوم علامتهم جد بلا خبر وإن لأمر أرادوا جاء من سبب. تضلعوا في علوم قد حوت حكما أعني علوم كتاب الله والكتب. وفي جميع مهمات الحياة أحاطوها علوما فلا تثأ من اللعب. طوبى لقوم يرى فيهم أخو ثقة أعني سليمان من قد فاق بالأدب. من ينجلي الحق بالتبيين مستحبا بالرفق واللين في أقواله الشهب. طوبى لهم إذ إليهم ينسب العقلاء سار وهارون من يحيي من الخطب. وغيرهم كثر لكن يضيق بنا ذكراهم إن عد الترب من ريب. الله يعلم أني لست أمدعهم تملقا ليس مدحا من ذوي الشبب. الله يعلم أني لست أمدحهم تملقا ليس مدحا من ذوي الشبب. والله أسأل أن يحمي بتنتي وأهلها من المكر والتدبير واللغب. آمين آمين يا الله يا صمدي يا من يجيب الدعاء يا ربي استجبي.